السلام عليكم ورحمة الله. نحن الآن هنا على تل السكيك الذي كان نربط عليه البارحة، وبعد أن تم التحرير الآن نقوم بجولة على ظهر هذا التل الذي له موقع استراتيجي ذو يعني قوة في المنطقة عندنا. هذا التل كان يستخدمه الجيش النصيري لقصف الأخوة المدنيين في القرى المجاورة لهذه القرية، مما من أهل يعني من ما بعد التمانعة إلى خان شيخون إلى مثلا كفر ومعارة حرمة كفر سجنة. هالمنطقة هي يعني اللي هي بالريف الإدلبي والريف الشمالي الحموي، والحمد لله رب العالمين تمكنا البارحة من تحرير هذه النقطة قبل أن يكون قد يعني أقبلت يعني لحظات المساء يعني دقائق المساء. الحمد لله رب العالمين قمنا بتحريرها نحن وبعض الأخوة من جيش السنة والأخوة في الأقشام وباقي الفصائل المشاركة، والحمد لله رب العالمين الله أتم علينا هذا النصر، والحمد لله ما كانت إلا بضع يعني دقائق يعني سبحان الله يعني ما تجاوزت يعني الساعة، والحمد لله رب العالمين الله كرمنا بالنصر والفرج الحمد لله رب العالمين وفتح علينا والحمد لله رب العالمين وشكرا لك يا أخي. تل السكيك المحرر تمكن جيش الفتح أمس من تحريره بالكامل ضمن غزوة تحرير حماة. نشاهد دشم كان يتحصن بها قوات النظام. هذا التل يشرف على المنطقة بالكامل، يعتبر أكبر تل في المنطقة، أصبح اليوم محرر بالكامل تل السكيك.